الرواج كان قبل، الرواج كان قبل كورونا، وباقي الوقت اللحم رخيص وباقي الوقت مزيانه. اما دروكا كاين على البركه، هذا الغلا كما قلنا، هذا الشيء ما خلى على البركه على الناس اللي ما لقاو كيفاش يتخلاو، راه تيديروا هذه البركه، وهذه واقع هكذا تيتقاتلوا حتى يديروا هذه البركه هذه. ايوا الحراره كما قلنا، راه الحراره بنادم تيدوز النهار بالصبر، هذا الشيء فاش كتب الرزق. بحالنا بحال الناس، بحال داك اللي فوق السكليره، بحال داك اللي فوق السلوم، بحال داك السباق، بحال داك البناي، بحال حتى حنا راه هكذاك نفس المشكل. كي صابرين هذوك صابرين حتى حنايا، حتى حنا صابرين الحراره وصابرين الصاد وصابرين الوقت تبعين الرزق. لا 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 لا، هي ما تلعب تيكون على اللحم، ما تاكلش الدجاج. الوقت السوايع وتقلب، تعطيها ثلاثة السوايع ديالها، ساعتين ونص وتقلب، ساعة ونص بقى لي نص ساعة، خصها نص ساعة، ربع ساعة، تشرب شوية تكمل شوية وغادي الوقت. والقانون ديالها ثلاثة السوايع تديرها في العافية، ومرة مرة كتجنب هذا الفصل اللي الفوق ترجع للتحت، وداك اللي لتحت ترجع للفوق، ومرة مرة كتقلب وتحرك وتشم الدوق ديالها، كي داير الريحه ديالها والبليله ديالها كي دايره، واش هو هذاك. والله تعالى تيسخر، هذا هو حنا كنديروا السبب، والله هو اللي قبل الجائحه كاين الخير، الله الخير. تناجيك حتى كردهم 160 180 140 150 100 كذا. اما اليوم غاديه وغاديه، وكت كما قلنا الناس تابعه الوقت، ما كان لك راه يدير تنجيه ولا يدير كاع اللي هذا، ولكن بكري كنا كنردو بنادم، تتعمر عندنا الدنيا هذه تنحبسو، ولكن اليوم يلا البركة باش